إذا سهى المصلي في الصلاة وسلم الإمام وهو لم يقل التشهد، فهل يسلم بعد الإمام أم يتأخر لكي يقول التشهد؟ إذا سلم الإمام وأنت ما كملت التشهد عليك أن تكمل ثم تسلم. أول تسلم كمل التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم، وإن كملت بالتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر إلى آخره فهذا أفضل، لأن هذا التعوذ قد قال بعض أهل الوجوب، فالأولى أن تكمله ثم تسلم على ثم تسلم بعد ذلك. وينبغي لك ألا تغفل، وإذا كان تعني أن تعتني بقراءة التحيات حتى تسلم بعد إمامك مباشرة، وإياك والغفلة يسلم إمامك وأنت ساهي، لا، لكن تجتهد حتى تقرأ التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم بالدعاء قبل أن يسلم إمامك. لكن لو فرضنا أن إذا سلم وأنت ما كملت كمل ثم تسلم.